انت ارهابي، انت ليش تقابل وزير الداخليه؟ ايش عندك؟ والله من الظلم دكتور. اي احكي لي. يعني انا ظلمني المخبر السري المختار القليه من سجن السنه وسبعه اشهر باربيل، وطلعت افراج ما لقوا عندي كل شيء. رد اشتكى عليه هو وجماعه بالاستخبارات اللي هم بالاصل هم دواعش، وخلص معني وزير الداخليه بالاصل هم دواعش وبوره للدواعش، عشان الداعش يطلع من هذا الباب يطلع من هذا الباب. ودزيتك انا اسعى المقطع مال مختار القريه على خطك الخاص. اخ علي، اخ احمد، انت انسجنت في اربيل سنه وسبعه اشهر، شنو كانت تهمتك؟ بس دقيقه، تهمتي بالارهاب واني مرهاب. انت ارهابي يريد يلبسني مختار القريه، يريد يلبسني هو جماعه بالاستخبارات. للعلم هم قتلوا مجرمين مشتركين بجريمه قتل واحد من الجري ابن خالي، واشتكيت بالاستخبارات العامه بوزاره الداخليه، وراحت شكوتي للاستخبارات نينا والعميد سعد، وعميد سعد خابرني شخصيا قال لي اخوي تعال، قلت والله ما اقدر اجي لان اني بس اجي راح يحكموني ويعدموني وانت ما تدري. انت شغلتك يم سعد حردان؟ اي نعم. زين انت ايش تشتغل؟ واني اناشدك دقيقه من خلال قناتك بس اسمع، صوتي الوزير الداخليه انت ايش تشتغل؟ أحمد. واي شيء يثبت علي بان اني داعش اعدموني. انت ايش تشتغل؟ انا رجال متقاعد، كنت اشتغل محل مال تبديل دهن وزينة مال اعرافي غسل تشحيم هذه. زين شغل الدعوه الثانيه وين اقام؟ ايه نعم. نفس الشخص اقامها عليك؟ وين اقامها؟ استاذ نجيم، هم بالبدايه اشتكوا علي باربيل لان هم كلهم منتمين للاحزاب الكرديه، كلهم اعضاء الحزب من ضمنهم مختار القريه، واكو قسم من الاستخبارات نينا، واشتكوا علي ارادوا يحكموني بتهمه الارهاب. ليش؟ شدهم وياك؟ هذه عداوه، لان يعرفون انا عندي معلومات عليهم، هم مبايعين واعرف عليهم شكاوى كثيره، وهم هسه هم بالاستخبارات. يعني تصور هذا بيا استخبارات يا والله استخبارات العظيم. يا احمد بيا استخبارات، استخبارات نينوي على الداخليه. على الداخليه. زين انت عندك ما يثبت ذول اللي باستخبارات نينوي هم ارهابيين؟ ايه. عندك ما يثبت له سوالف؟ انا دحج دكتور نجم، هم ذول الزمره اجتمعوا من مختار القريه، سجلوا تقريبا 100 واسم بالاتهام بالارهاب، يعني قسم منهم شياب يمشون على باقوره. حبيبي بس جاوبني على سؤالي، عوف هاي التفاصيل. انا راح اعطيك انا بزيفك المقطع مال الفيديو مال المختار وانت انا باكر اذا السيد وزير الداخليه وجه السيد مدير الاستخبارات وفتح وياك تحقيق. نعم. بادعائك انه ذول ارهاب. بالموصل ما حصل كل شيء، بالموصل ما حصل كل شيء. اما وزاره الداخليه بغداد انا حاضر. مو انت بهذا راح تدان؟ لا انا اخاف، لا اخاف لا يكتون عائلتي. انت اخاف تدان اذا ما عندك اثباتات؟ والله انا اسعى المشتكي علي المختار، واشتكي علي منتسب وبوزارة الداخلية بالشرطة الاتحادية، وصادر بيتي وبيتي كله مباك، اتهمني بالارهاب وهو قاتل نفسه، وهو هذا الشرطي هو بتعاون مع المختار اخذوه بيت عذبوه وسلموه القيادة القوات نينوى، باخر روح توصل قياده قوات نينوى حتى تقتل القيادات والقوات الامنيه اللي في نينوى. طيب. وعندي ما يثبت ذلك، ورا ما قتلوه اندفن هسه هو مدفون بالحمدانيه، الولد وهلو ما يدرون، حرمته ترجع انه يطلع. راح هذا نفس الشرطي اخذ مليون وبندقيه منه من اخوه، واشتكى على اخوه الجنو قال له الا تعترف على واحد على 40 واحد من ضمنهم اني بالارهاب مخمور. زين أنا أشكرك. وهددوه بالقتل، قالوا أحمد إذا اشتكيت علينا إي بالدولة راح نخلص لك ونتهمك بالإرهاب، وهذا الرجل هسه خايف ما يقدر في شيء يسوي. زين وحرمته ذيك الله شاهد والله رقيب، جوزت بنواته بعد عمرهم 13 سنة ماشي. 14 سنة من الجوع، وخذوه من قدام دائرته بدون قرار قاضي، اعتقلوه وخذوه عذبوه ببيت ورا ما قتلوه قاموا عليه دعوة. هذه أيضا للسيد وزير الداخلية والسيد وكيل الوزير لشؤون الاستخبارات. هاي القضية يثبتها التحقيق، التحقيق يثبتها، أما للرجل حق ويثبت حقوق بأن ذولا إرهابيين ومتورطين بقتل منتسب أو منتسبين، والرجال يقول لك عند المكان وين مدفون، ومثل ما طلب المتصل
انه التحقيق في نينوى قد يكون بالنسبة له صعب. وانا ايضا راح اتصل بالاخ سعد حردان واطلع على تفاصيل هاي القضية، والسيد سعد حردان والسيد وزير الداخلية ايضا لهم رأي وموقف بهذا.